يقول في بلادنا يعمل الكثير من المسلمين في اصطياد الأسماك، وعند البيع نعطيها لوكيل السمسار يبيعها ويعطينا الثمن بعد البيع مباشرة، وقد يكون باعها دينا أو ربما يتأخر استلامه للقيمة ويأخذ نسبة معينة في المئة، ومتى ما احتجنا لمال دينا لصالح العمل أخذنا منه، فإن لم يعطنا بحثنا سمسارا آخر، وعلى هذا يجرى التعامل مع كل صياد الأسماك، ما حكم هذه المعاملة؟ أما الأصل أنه يبيع لكم الأسماك ويأخذ سمسرة لا بأس بذلك، أما إذا كان مشروط بينكم وبينكم بينه أنكم إذا احتجتم يقرضكم من أجل أن تتعاملوا معه، هذا قرض جر نفع وهو ربا لا يجوز. نعم.